الطفل الرائع. كل منا كان في زمن ما طفلا لطيفا ومحبوبا. لقد فتحنا أعيننا على العالم بخدود ممتلئة وأصابع صغيرة جدا وأنف وفم صغير. كيف نشأ جسدنا وأعضاؤنا الرائعة الصنع لأول مرة؟ هل نحن من صنعها؟ أم أننا اشتريناها؟ أم أننا وجدناها على الطريق؟ إننا مجبرين أن نقول لا لكل هؤلاء، لأنه كيف لنا أن ندعي ملكيتها ونحن لا نعلم كيف تعمل العديد من أعضائنا، ولا نعلم حتى مكان وجودها في جسدنا؟ فما دام الأمر كذلك، فمن الذي يملك هذا الجسد وهذه الأعضاء؟ خاصة أن دماغنا يعمل بشكل أفضل من أجهزة الكمبيوتر المتطورة، وأعيننا تتفوق على كاميرات الفيديو الأكثر تطوراً. فمن قام بصنعها ويستمر في صنعها؟ نحن نعلم أن أجهزة الكمبيوتر اليوم هي نتيجة آلاف السنين من المعرفة البشرية. أما تقنية الكاميرا اليوم فهي في مستوى لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال التجربة والخطأ لآلاف الأشخاص، ومع ذلك فإن هذه العين والدماغ قد صنعت مع أول إنسان، ولا يزال صنعها مستمر أيضا. فمن هو إذن الذي صنع عيوننا وآذاننا وأيدينا وأقدامنا بدون أي تجربة أو خطأ، ووضع فينا كذلك هذه الآلات والأجهزة الرائعة في أنسب الأماكن كدليل على وجوده ووحدته؟